يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه، حلقه 6 نوفمبر لعام 2024، وحلقه مهمه لانه العالم كله النهارده صحي تقريبا على تاكد خبر فوز الرئيس الجديد للولايات المتحده الامريكيه رقم 47 دونالد ترامب في واحده من خلينا نقول من اغرب وربما أصعب وأكثر جدلا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعمر تجربتها الديمقراطية وتجربة الانتخابات فيها. هذه الانتخابات كانت استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ الديمقراطية الأمريكية، وأعتقد أنه هتوقف عندها كتير من الخبراء والمحللين وقارئي الاجتماع وقارئي التاريخ وأي حد أيضا مهتم بتطور الأنظمة السياسية في العالم وغيرها، لأنه طبعا إحنا كنا قدام حملتين كانت مليئة أو يعني بالدراما وبالتغيرات المفاجئة، وانتهت أيضا الحملتين والسباق الانتخابي نهاية درامية. وخلينا أقول لكم وصف المجتمع الأمريكي والإعلام الأمريكي لفوز ترامب، يمكن هستعير عنوان من نيوز ويك بيقول The Stunning Comeback of President Trump. شايفين أنه دي واحدة من أعظم عمليات الرجوع السياسي المدهشة في تاريخ السياسة الأمريكية وفي تاريخ الانتخابات الأمريكية على الإطلاق. ده أول رئيس أمريكي من سنة 1892 يستطيع أن هو يعود مرة تانية للبيت الأبيض في ولاية جديدة وليست متتابعة، وده تقليد ما حصلش لفوق 120 سنة ويمكن أكتر. عشان كده الإعلام الأمريكي والشعب الأمريكي والمواطن الأمريكي مهتم جدا بهذه الانتخابات، وحصل كمان مفاجأة غير متوقعة. الانتخابات مشيت بسلاسة كبيرة جدا، وعملية الفرز والتصويت كانت ربما من الأسهل في تاريخ الانتخابات الأمريكية. ما حصلش زي ما شفنا في الانتخابات 2020 طعون وعدد فرز وشكاوى أو انتهاكات أو اتهامات بالتزوير أو كل ده، ما حصلش أي شيء منه. ربما لأن ترامب اللي فاز، ربما زي ما بتقول وسائل الإعلام الأمريكية، لكن كل المؤشرات حتى بتشير إلى اتجاه كاميلا هاريس. إحنا في انتظار طبعا كان في خطاب النصر لدونالد ترامب النهاردة، وهنعرض لحضراتكم في وقت لاحق برضو مع فقرتنا الأساسية النهاردة اللي هنحلل فيها أيضا نتيجة وصول ترامب للبيت الأبيض، ومنتظرين خطاب هاريس اللي هتعلن فيه اعترافها بالهزيمة، ومن المفترض ان هي تحيي بعدها الرئيس ترامب وتبدأ عملية الانتقال السلمي الثالث للسلطة من هنا لغاية شهر 1 القادم، أداء اليمين الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية. فاحنا قدام مشهد أيضا مختلف، العالم كله منهمك الآن في تحديد بصلته، لأنه طبعا بالمقام الأول الناس كلها بص على الاقتصاد، وجود ترامب أيضا في التوقيت اللي فيه تغيرات جيوسياسية واقتصادية عميقة وكبرى في العالم بالتأكيد هيكون رئيس لاتجاهات أيضا قد تكون مختلفة عن الآخرين، وهنقول لكم برضو ده ماشي ازاي وحصل ازاي وايه بوادره اللي بدأت تبان من النهاردة في ارتفاع غير طبيعي في البورصات العالمية تفاؤلا، لكن بعدها على اخر اليوم بدأت نشوف تصريحات من كتير من البنوك المركزية في العالم ومنهم فرنسا والبنك الاوروبي متخوفين جدا من وصول الرئيس ترامب. هنتكلم في التفاصيلات دي، لكن احنا امام الان فوز رئيس الامريكي دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة، وهو الرئيس 47 في واحدة من أعظم الكامباكس أو العودة للمسار السياسي أو قمة المسار السياسي في تاريخ السياسي. زي ما أستاذنا عامر بيقول ريمونتادا غير مسبوق، هو فعلا لفظ ريمونتادا ده بشكرك عليه، هو عمل ريمونتادا غير مسبوق. يعني تخيلوا حضرتك ملاحق يجي أكتر من 30 دعوة قضائية واخد إدانات في بعضها من المحاكم المحلية في
كتير من الولايات ده غير ملاحقات فيدرالية، تعرض لمحاولة اغتيال، تعرض لأكبر مكنة إعلامية كانت واقفة ضده من أول السوشيال ميديا وبعد كده على الوسائل الإعلامية المختلفة، وحذروا حساباته وقرر يرجع. فطبعا يعني شيء يستحق الدراسة. أنا طبعا لا مع الرئيس ترامب ولا مع كاميلا هاريس، أنا برصد كمان حضراتكم من واقع اللي اتقال كمان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنوريكم المانشيتات. يعني فريق العمل جاب لحضراتكم مانشيتات من إيكونومست ومن رويترز ومن نيويورك تايمز، وهنقول لكم برضو ده خلال حلقتنا النهاردة. لكن هنبدأ طبعا، العالم كله كان طبعا بيتصل وبيهنئ وبيبعت برقيات تهنئة للرئيس ترامب طبعا، وده بروتوكول متبع دوليا بالذات لما تكون الدولة الأولى في العالم، فمعظم دول العالم هنأت ترامب على فوزه. والكلمات البروتوكولية تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة، توثيق التعاون، العمل من أجل السلام العالمي، توصيل أواصر الصداقة، كل الباكج دي طبعا في كل كلمات يعني رؤساء والمؤسسات العالمية، ومنهم أيضا الرئيس السيسي اللي هنأ النهاردة ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية. وطبعا العلاقات المصرية الأمريكية علاقات تاريخية واستراتيجية، ومهم أيضا بالنسبة لنا نتيجة الانتخابات الأمريكية بشكل كبير، ونخش في الموضوع ده كمان تفصيليا لاحقا في فقرتنا الرئيسية النهاردة. لكن كتب الرئيس السيسي عبر صفحته وحسابه على منصات التواصل الاجتماعي: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيها الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجا للتعاون ونجحا سويا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم. طبعا كمان يعني زي ما قلت لحضراتكم، النهاردة تم الإعلان بشكل رسمي من حملة ترامب عن فوزه بالانتخابات، وقال من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش في فلوريدا مقر حملته الانتخابية أنه بيشكر الشعب الأمريكي على انتخابه ليكون الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية. فقرتنا لاحقا هيشرفنا طبعا الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة اليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص، والأستاذ طبعا الصحفي الكبير أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. هنكون معكم في فقرتنا الرئيسية النهاردة، هنحلل بقى ونشوف كل ما يتعلق بهذه الليلة الغريبة والمفاجئة وأيضا ذات التأثير على العالم كله. النهاردة كمان من الأخبار المهمة انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل رئيس جمهورية استونيا بقصر الاتحادية. وهذا طبعا استقبال مميز، وكان ايضا رسمي، وعزفت الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. تعالوا نشوف مع حضراتكم مراسم استقبال سيادة الرئيس السيسي لرئيس استونيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الاستوني ألار كارس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى مصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة.
شكلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أكد الجانبان التزامهما بتطوير التعاون بما يرقى لتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة. كما تناول الرئيسان الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار والتهدئة في الإقليم، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واستعرض الزعيمان الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والسودان وليبيا، إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف الموضوعات بما يدعم الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم. طبعا استونيا دولة من دول البلطيق الثلاثة، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، وهي من الدول كمان المهمة على بحر البلطيق وعلى الحدود الروسية والاتحاد السوفيتي قديما، وليها كمان دور مهم في الاتحاد الأوروبي وفي ميزان أيضا العلاقات في الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام. هي اتجهت لاقتصاد السوق، وهي اقتصادات يعني واعدة، الثلاث دول، دول البلطيق الثلاثة بعضهم يعني راح في سكة التطور التكنولوجي والشركات الناشئة وشركات التكنولوجي والستارت ابس، وايضا الجزئيه دي بعضهم تاني كان عنده اسهامات ايضا في مجال الطاقه بسبب طبعا الموقع الاستراتيجي على بحر البلطيق. بعضهم كمان بيشتهر بالمنتجات الزراعيه والالبان، وايضا عندهم ميراث طيب في هذا الموضوع. ومن الجميل ان تكون مصر منفتحه على كل الدنيا وفي كل بقاع العالم وكل الاقاليم وكل المناطق بما فيها دول البلطيق. هنفهم اكتر يعني برضو عن ماهية العلاقة دي والديناميكية بتاعتها مع سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق وخبيرنا الكبير. طبعا اهلا بيك سيادة السفير، منورنا. سيادة السفير اهلا بيك، نورتنا. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. تمام، سامع حضرتك، اهلا بيك، منورنا دائما. و يعني هروح مع حضرتك للزيارة اليوم اللي قام بيها رئيس استونيا ألار كاراس، وهو التقى بالرئيس السيسي والتقى كمان بالشيخ الأزهر والتقى بالبابا توادروس. واستونيا من دول البلطيق اللي كان ليها ميراث سوفيتي لكنها جنحت دلوقتي للاتحاد الأوروبي والمعسكر الغربي، وعندهم طموحات واعدة واقتصاد كمان يبدو انه هو واعد. نقدر ازاي نستفيد من هذه العلاقة وننميها ما بين مصر ودول البلطيق وفي صدارتها استونيا؟ ده كلام جميل، وعلينا ان نتعلم من تجارب الاخرين. طبعا اوروبا النهارده شبه اوروبا الموحدة، 27 دولة تصدر عملة موحدة هي اليورو، كانت تحارب بعضها البعض لمدة 300 سنة، وقتلوا يعني هناك قتلى ودماء بين الأطراف. أوروبا الحالية اللي ألمانيا كان فيها دايما طرف مشاغب، ألمانيا اقتطع منها 9% راحت لبولندا، 14% راحت لفرنسا، ولا كأنك سمعت حاجة زي كده. فكانت ألمانيا تعيش معيشة عادية. سألت مرة أحد الأصدقاء الألمان، ما بتفكروش تستعيدوا هذه الأراضي؟ قال لك لا، النهاردة الوحدة الأوروبية تجعلك تقود سيارتك من مدريد في اقصى الغرب الى بوكارست في اقصى الشرق دون ان تقابل عسكري مرور. انا نفسي مره وانا في المانيا خدت اولادي وخرجنا من بون العاصمه وقتها، ومشينا يعني على غير هدى، دخلنا مدينه المانيه، قعدنا اتغدينا وكذا، جيت ادفع الحساب بالمارك الالماني. قال لي لا انت في فرنسا، ولا شعرنا ان عدينا الحدود من اصل الحدود. فده الدرس اللي ناخده، ان هناك لا عداوات دائمه ولا صداقات دائمه، انما مصالح. بالظبط، بخوف انهم يخلقوا مصالح فيما بينهم وينتجوا في الاخر هذا الاتحاد
اللي هو من اهم الاتحادات السياسيه الاقتصاديه في العالم. نعم. الحاجه الثانيه اللي هي كمان اول دوله تنضم لمنطقه اليورو وخدت بعديها بقى بقيه البلطيق وكده. مظبوط. الدرس اللي انا استخدمه لنفسي ايضا كدبلوماسي مصري، انا اولا فخور بالسياسه الخارجيه المصريه كما انت تفضلت، ان القاهره صارت من اكثر عواصم العالم كثافه في استقبال البعثات الاجنبيه. دي حقيقه. عاوز اقول ده على فكره عمله صعبه يعني. بنظر للسفاره الامريكيه، اكبر سفاره لامريكا في الخارج هي اللي موجوده في القاهره في بغداد. اذكر في تاريخنا في ايام الرئيس جمال عبد الناصر ان كنا بناخد قمح من امريكا وندفع ثمنه، هو كانت مصاريف السفاره الامريكيه في القاهره تكفينا اشراقا من امريكا. شفت لاي حد. نيجي لاستونيا، طبعا حصل تطورين على الجانب الاوروبي والجانب المصري. الجانب المصري اختار مسيره استلام وقام فيها بعمل مجيد، كان محل اهتمام الغالبيه، لكن كان محل تناقض من الدول الدائره في خلاف ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. فابتدوا يتراجعوا في علاقتهم معانا. بالظبط. مش احنا اللي تراجعنا، وكانوا يشغلوا 60% من تجاره مصر. تراجعت يمكن لاقل من 11%. التطور الثاني ان هم نفسهم الذين عارضونا، وده دايما اقوله، كل من عارض السياسه الخارجيه المصريه نفذها على نفسه بعد 40 سنه. فمن هنا بدات هذه الدول اللي كانت غاضبه منا وتنحت عنا انضمت الى العالم ما يسمى بالاقتصاد الحر. وصارت عضو في الاتحاد الاوروبي وصار اقتصاد حر. من هنا بقى ابتدينا نقول الله، طب دول كانوا شركاء تجاريين لنا وشركاء حتى في السياسه وفي المصالح المشتركه. بدينا نعيد هذا الملف ونفتحه لما فيه صالح الاطراف، وادي احنا شايفين اهي النتيجه، زياره على اعلى مستوى. واتعشر ان شاء الله انها تواصل هذا الشيء، لان اوروبا كلها تحول. هي كمان زياره تبدو فيها حرص كمان على انه يكون في علاقه شعبيه ما بين الدولتين، يعني حرص الرئيس استونيا على راكريس انه يزور البابا توادروس وانه يزور شيخ الازهر وانه يقدم تصريحات كمان مهمه للقضيه الفلسطينيه ودعمهم، وهي من الدول كمان اللي صوتت لانضمام فلسطين للامم المتحده، فيمكن استثمارها في محيطها طبعا الاقليمي الاوروبي يعني. لانه وراء هذا تاريخ طويل من العلاقات الطيبه، وانا واثق ان في اي لقاء سابق او حالي هيعرض الملفات كلها امام طبعا الطرف الاستوني. انما لسه ما زال عندنا بعض المجابهات بين دول الشرق والغرب نتيجه المعركه اللي دائره الان في اوكرانيا بين روسيا واوكرانيا، يعني يبدو ان الغرب اقترب الغرب اقترب كثيرا من اعصاب الاتحاد الروسي، وبالتالي روسيا لا تحتمل النهارده حتى بولندا اللي كانت هي عاصمه حلف وارسو عضو في حلف الاطلنطي. وما ننساش ان الرئيس اوباما سنه 2009 راح حضر قمه الاطلنطي في وارسو اللي هي الحلف المعادي. نعم. ففي تحولات، ده بقى التحول اللي جاري على الجانب الاوروبي والجانب السوفيتي القديم او الروسي القديم. وبالتاكيد ان علينا ان نستفيد من هذه التحولات، وعلينا ان ننظر الى كيفيه الاستفادة من هذه التغيرات. وعندك حق لما قلت ان هو الحرص على البعد الانساني، زيارة الرئيس الى بالظبط البابا توادروس ده شيء مهم جدا، لان برضه عندنا اقليات مسلمة في هذه البلدان. وبالتالي ايضا يجب ان نراعي العلاقات في نواحيها الثقافية. طبعا كمان استونيا وبقية دول البلطيق مهمة كمان في الناتو، وده مهم في معادلة الصراع برضو الجيوسياسي الأوروبي بشكل كبير، والحرب الروسية الأوكرانية زي ما حضرتك ذكرت يعني. صح ده تمام. خصوصا ان الناتو يعني ما هوش افضل الخيارات بالنسبة لنا، لان هو اللي زارع ولاد عمنا اللي على حدودنا، وهو اللي بيزودها بالسلاح وبيزودها بالتمويل. لابد من ادارة حوار للوصول الى شيء من التوازن في هذه العلاقة. مفهوم. أنا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وإحنا بنوسع ثقافتنا ومعرفتنا بالعالم، ممكن كتير مننا ما يكونش
مثلا على دراية قوي بدول البلطيق أو بدولة أستونيا لأنها بعيدة شوية جغرافيا، لكنه التجربة اللي مر بيها الدول دي بما فيهم أستونيا تجربة تستحق برضو نحن نتابعها إنسانيا وسياسيا واقتصاديا، لأنها من الدول الواعدة جدا على فكرة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. دولة صغيرة طبعا سكانها صغير، لكن كان مستواهم المعيشي ضعيف جدا في أواخر الحقبة السوفيتية، ودلوقتي قدروا يعملوا نقلة نوعية في مستوى المعيشة وفي حجم الاقتصاد. عايز أقول لكم المعلومات اللطيفة، مثلا أنه أستونيا رقم 18 على العالم في مؤشر الابتكار العالمي، 18 يعني متقدمة عنا مثلا في الجزئية دي بكتير، أن هي مثلا رقم 21 على العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يعني عندهم تجربة مفيدة جدا في الاستثمار بالتفوق على دول أوروبية كبيرة يعني ودول كبيرة في العالم. فبنتعلم من كل الناس، ومن المهم ان احنا مصر ام الدنيا يكون ليها علاقات مع كل الدنيا. هنروح لموضوع تاني ما كانش برضو لازم نغفله النهاردة في غمرة الأحداث الكتيرة والمهمة واللي بتأثر على العالم وعلينا. الحقيقة النهاردة كان في مؤتمر مهم جداً للدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية، والمؤتمر بتكلم عليه طبعا مؤتمر صحفي بعد اللقاءات، وأشار فيه لمجموعة من التصريحات المهمة اللي لازم كلنا نبقى على دراية بيها ونتابعها. هو الأول اتكلم في مجموعة من الموضوعات لها علاقة بالمنتدى الحضري العالمي واللي بتستضيفه مصر، وإن دي خطوة غير مسبوقة واعتراف أممي بأهميتنا ودورنا الثقافي والاقتصادي، وأشار إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والسيدة كريستالينا جورجيفا اللي أيضا بتزور مصر والمراجعة الرابعة. وهنا توقف عند مجموعة من النقاط المهمة. قال سيادته أن تقديرات الصندوق تؤكد أن التضخم في مصر هيتراجع وانه هيتماشى مع ارقام الحكومه، وقال كمان انه الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها دي هتنتهي بنهايه عام 2025. ده دكتور مصطفى مدبولي اللي بيقول. وقال كمان انه مفيش تعويم قادم للجنيه في مصر، احنا عاملين سعر صرف مرن وفقا لتقلبات السوق، والسوق وحده هو اللي هيحكم هذه العمليه. قال ان احنا نجحنا خلال العام الماضي في خفض مستوى الدين طبعا مع دخول صفقة رأس الحكمة وارتفاع الصافي من الاستثمار الاجنبي اللي قلنا تقريبا وصل 10 مليار دولار. اشار بقى لجزئية في منتهى الاهمية وهو رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، ويمكن ناقشنا مع حضراتكم قلنا لكم انه طبعا الجزئية دي في منتهى الاهمية وفي توقيت حساس للغاية، لانه رفع التصنيف الائتماني من بي ماينس اللي بي، وطبعا احنا عارفين وتعودنا بقى خلاص كام سنه اللي فاتوا احنا عندنا ثلاث وكالات تصنيف ائتماني رئيسيه في غيرها لكن دول الاكبر يعني والاشهر، ستاندرد اند بورز، مودز، وفيتش. فيتش لاول مره من 2019 رفعت التصنيف الائتماني بتاعنا، وده هيكون ليه مؤشرات جيده جدا على التفاوض لما تيجي تتفاوض عشان تاخد اقتراض مهم جدا عشان المستثمرين يبقى عندهم ثقه يجوا، لانه دي اول حاجه بيبص عليها. مهم جدا في مفاوضاتك مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل والجهات المانحه، يعني باختصار شهاده ثقه جديده. لكن طبعا ما فيش ان احنا نحتاج الى بذل مزيد من الجهد يعني بلا ادنى شك، لكن بقول ده اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي النهارده، ودي بعض التصريحات اللي قد توفر علينا فكرة اللجوء إلى مصادر أخرى على الفيسبوك أو السوشيال ميديا. الراجل بيقول بشكل واضح ما فيش تعويم قادم وإنه متروك لسعر السوق، وبيقول إن الأزمة الاقتصادية 2025 هتنتهي بنهايتها، برضو يبقى سنة والرقم واضح أمام المصريين عشان بعد كده طبعا يتابعوا هذه التصريحات ويشوفوا الدنيا رايحة فين، ويقدر يكون في رقابة أو حساب برلماني أو شعبي حتى. لكن دي تصريحات السيد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم. طيب
احنا برضو عشان يعني نفكفكها وبرضو تبقوا حركوا يعني واخدين يعني اهم والكور بتاع التصريحات بتاعت النهاردة واهم ما جاء فيها. احنا معانا الدكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد. اهلا بك يا دكتور، منورنا. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، النهاردة تصريحات كتيرة معظمها في الشق الاقتصادي من رئيس الوزراء، وكان فيها بعض الرسائل اعتقد ان هي الى حد ما قد تكون مطمئنة في الوقت الحالي. حضرتك كاقتصادي توقفت عند ايه المهم اللي المفروض المصريين يركزوا عليه في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة؟ في البداية برحب بحضراتكم السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. طبعا كما تعودنا من الحكومة ودورة رئيس الوزراء ان هو بقى فيه مصارحة اسبوعية من خلال الاجتماع الاسبوعي مع الحكومة، بيصدر بعد منه بيان صحفي بيرد على اغلب تساؤلات المصريين اللي دارت في خلال اسبوع. وده بيوفر جهد كبير علينا على كل الناس الحقيقة، على المجتمع وعلى الاعلام وعلى الكل يعني. بالفعل يعني فكرة المكاشفة والمصارحة مع الشعب اعتقد ان هي اقصر طريق لحل الازمات او للتعامل صف واحد. النهارده بجمع الناس كلها في صف واحد ليكون المكاشفه هي لغه العصر او لغه الواقع اللي احنا بنشهده. فطبعا الاسبوع الماضي كان شهد حوارات كثيره، منها ما هو مبهج ومبشر طبعا كاقتصاديين، وهي المؤشرات اللي ظهرت من اكثر من جهه. الصندوق توقع معدل النمو ايجابي 4.5%، التقرير فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، الشهادات من جولدن مان ساكس برضو بتوقعت كلها في بتدور في شق ايجابي. فاعتقد في وسط الازمه اللي احنا بنمر بيها والازمه الطحين اللي بتمر بيها الشرق الاوسط والمحيطه بمصر من كل جهه، اعتقد ان دوت دليل من شهاده الثقه زي ما بنقول من مؤسسات تعودنا منها التشدد في اصدار اي تقرير ايجابي خصوصا لدول الشرق الاوسط. فاعتقد ان هذا التقرير هذه التقارير مجمعه بشكلها بيقول ان الدوله المصريه بذلت جهد كبير وهي على الطريق الصحيح، حتى ان كنا في بعض العقبات الاقتصاديه اللي بتعاني منها الدوله المصريه نتيجه الازمات الخارجيه واللي القت بظلالها على الداخل، لكن بيقول ان احنا في مسارنا الصحيح، المسار الاصلاحي اللي انتهجته الدوله المصريه بيؤتي بثماره في شكل مؤشرات اعتقد النهارده ليها مردود على الخارج كاستثمارات خارجيه تهدفها الدوله المصريه اللي استخدمها للداخل، وعلى الداخل المصري ان يبقى في رساله ثقه ان ما تم انفاقه خلال السنوات الماضيه لم يصرف سدى، لكن لا كل ما تم انفاقه ذهب في مكانه الصحيح. تم طيب. تغيير الواقع. نعم. طب دكتور انا هسال حضرتك برضو على سؤال لو سمحت لي، يعني كان في بعض الاشارات المهمه. دكتور مصطفى مدبولي قال التوجيهات الرئاسيه بعدم اتخاذ اي اجراءات تزيد من اعباء المواطنين في الفتره القادمه، نتائج الربع الاول للعام المالي الحالي مبشره للغايه، واتكلم على انه تقديرات الصندوق ان التضخم هيتراجع وربما يوصل 12%، وقال كمان انه الازمه الاقتصاديه هتنتهي بحلول عام 2025. السؤال بشكل واضح، الى اي مدى يبدو هذا الكلام واقعيا قابلا للتطبيق؟ طبعا احنا بنتكلم على ربع اول في الموازنه العامه للدوله، اعتقد ان كله ارقامه مبشره، والنهارده يعني ده اللي احنا بنبني عليه كاقتصاديين وبيبني عليه حتى المؤسسات التصنيف الدوليه اللي هي بتنظر بعين فاحصه ماحصه لهذه الارقام لما بتشوف الدوله بتحقق اول يتجاوز 4 أضعاف ما تم تحقيقه السنه اللي فاتت، حتى في ظل تراجع ايرادات قناه السويس. ده شيء مهم جدا. هم بصوا كمان على زياده الفائض الاولي، تقليل العجز الكلي، ارتفاع النقد الاجنبي، يعني برضو العوامل دي خدوها في الاعتبار، تحسن مؤشرات النمو يعني ده برضو خدوها في موضوع التصنيف الائتماني تحديدا كمان. بالفعل هي كلها مؤشرات وبيتم يعني ما بنغفلش مؤشر على اخر، لكن النهارده ما تم استحداثه وما تم بنائه، فاللي احنا بنشوفه النهارده هو ده ثمار ما تم الفتره الماضيه. انا بقول النهارده تاثرنا تاثر شديد نتيجه الحرب والعدوان السوريين على غزه، في تاثير تقريبا جوازنا او قربنا من 70% تاثر في اعداد قناه السويس، لكن ما زالت في هناك مصادر جديده. ده نتيجه جهود الدوله اللي بذلتها، نتيجه استثمارات اجنبيه، نتيجه فتح مجالات للاستثمار. اعتقد النهارده بقى في عندي ايرادات زياده في السياحه، عندي تحولات المصريين اللي كانت هربت بشكل كبير النهارده رجعت اغلبها النهارده. لكن ممكن التحدي او الازمه الكبيره اللي احنا بنعيشها دي تنتهي فعلا مع نهايه 2025؟ هل ده وارد؟ هل ده حقيقي؟
هو حضرتك احنا بنقول دايما الايجابيات بتجيب إيجابيات. طبعا في ظرف دولي انا عارف كل الكلام ده، بس هل ممكن يعني في ضوء المؤشرات الحاليه؟ لا هو انا اللي اقصده ان الايجابيات اللي احنا شايفينها دي اعتقد ان هي بفكره المضاعف الاقتصادي، اعتقد ان هي قادره على تحقيق الطفره في العام القادم، ان احنا نشهد ايجابيات مزيد من الايجابيات. احنا بنقول في ايجابيات في الربع الاول بامر الله، يبقى في الربع الثاني اكثر ايجابيه مع 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 التصاعد الايجابيه اعتقد باذن الله، طبعا حتى طبعا بالتحديد او بالتزامن مع كل المؤشرات الايجابيه من مؤسسات التصنيف الدوليه اللي هيكون ليها مردود في في زياده دخول استثمارات اجنبيه وزياده فتح مشاريع اقتصاديه وزياده فتح فرص تشغيل للعمالة وزيادة ناتج محلي أو اللي احنا بنتكلم فيه ده كله زيادات أعتقد اللي بقى قادرة على تحجيم معدل التضخم اللي احنا الدولة بتسعى بكل جهودها للسيطرة عليه. أعتقد بإذن الله نتوقع خير في الجاي بإذن الله بالسيطرة على كل هذه المؤشرات الإيجابية يزداد إيجابية والسلبيات يتم تحجيمها على نهاية 25. جميل جدا، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا. هتروح لموضوع تاني، تقرير طبعا مهم، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوية للمنطقة المركزية العسكرية، ودي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة، هنتعرف عليها أكتر في التقرير القادم. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء كان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام كلمة أكد خلالها على حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات. وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها على أكمل وجه. كما شارك الفريق أول عبد المجيد صقر مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول وجبة الغذاء. وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عددا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم وطبقا للموقف. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And
We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. خطاب نصر الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حين يصف العالم هذه الخطوة بأنها أعظم كامباك أو أعظم ريمونتادا ربما في تاريخ السياسة الأمريكية، أنه يعود الرئيس الأمريكي بعد أكثر من 120 سنة ورغم عدم توفيقه في ولاية ثانية في الانتخابات الماضية إلا أنه بينجح في العودة في سابقة لم تحدث من 120 سنة تقريبا. العالم كله منغمس الآن في تحليل ماذا بعد وصول ترامب للبيت الأبيض، تقريبا بيفصلنا 75 يوم عن تنصيبه في 20 من يناير القادم، وبالتأكيد كان سباق انتخابي مختلف وغرائبي واستثنائي في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وأيضا نتائجه هتكون ليها أيضا تداعيات كبيرة ومهمة في كل بقاع الدنيا تقريبا. عشان كده اسمحوا لنا طبعا نستقبل ضيوفنا وخبرائنا الكبار واساتذتنا، هنحاول معهم نقرا المشهد العالمي وتاثيره ايضا على اقليم الشرق الاوسط وبالتاكيد علينا. فاسمحوا لنا نرحب ايضا بضيوفي الاعزاء، الاستاذ الكبير اكرم القصاص رئيس مجلس اداره جريده اليوم السابع، اهلا بك استاذ اكرم منورنا، واستاذنا الاستاذ احمد ناجي قمحه رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه منورنا. والديمقراطيه طبعا، والديمقراطيه دي هنتوقف عندها لانه في سؤال كبير عن الديمقراطيه الامريكيه كان في هذه الانتخابات، فايضا هنتطرق ليه ان شاء الله. لكن اسمحوا لنا واحنا نبدا الاسئله لو بستاذ استاذ تامر برضه يعرض لنا اخر نتيجه للانتخابات في دي زي ما حضراتكم شايفين معانا، يعني اخر حاجه بتقول ان هو خد 292 صوت في المجمع الانتخابي، الكاونتنج لسه شغال طبعا، يعني لسه الارقام النهائيه خالص لم تعلن. دي ميشيغان الاخرانيه بالظبط رفعته من 277 ل 292 وهارس 224 تقريبا 71 مليون بني ادم او مواطن امريكي صوتوا لترامب، وفي المقابل 66 مليون لكاميلا هاريس. استاذ اكرم، مشهد انتخابي شويه نقدر نقول انه استثنائي او غريب او غير مألوف في تاريخ الانتخابات الامريكيه. هو الحقيقه كان غير المألوف انتخاب ترامب للمره الاولى، ويمكن في تشابه في استطلاعات الراي اللي توقعت فوز هيلاري كلينتون 2016 ثم فاز ترامب، وكان في ثقه شديده انه ترامب هيخسر، ودي برضو بتشير الى مش غرائبيتي، يعني انا بشوف انه هو رئيس خارج الصندوق بس جه من داخل الصندوق. فالحقيقه هو فوزه في اول مره كان مفاجئ وكان صدمه للاطراف اللي بتقرا الموضوع بنظريه كلما راى شيئا يشبه البطه قال انه بطه، دي كانت نظريه كان كتب عنها وودوارد قبل كده. فهو الفوز الحقيقه والتحليل ناس كتيره كانت متوقعه او الناس اللي كانت فاهمه الموضوع ترامب، لكن هو زي ما انت اشرت مش بفكره ريمونتادا، والحقيقه تجديد انتخابه بعد فتره النزال والحرب الشديده ان هو بغض النظر اولا السياسه ما فيهاش لا وما فيهاش بحب وبكره وما فيش السياسه فيها جزء براجماتي وفيها جزء مصالح، لكن هو فاز برغم ان هو اخر مره في الانتخابات اللي فاتت اولا الاعلام تقريبا اغلبه كان ديمقراطي وكان ضده بالظبط، السوشيال ميديا حرم من حساباته، كان في دعايه ضده، ملفات قضائيه ضخمه جدا ومحليه يعني، وتم ترتيبها كمان اتهامات بتدخل روسي، حتى الروس نفسهم يعني طول عمر امريكا متهمه بالتدخل في انتخابات الدول العالم كله CIA، لا هم المره دي قالوا ان الروس تدخلوا، ده كان اضعاف لصوره امريكا.
فالحقيقة وقضايا تسريب وثائق فالحقيقة ان هو يعني مداهمة مقرات لو نقيم هو الديمقراطيين نجحوا في انهم يعملوا حملة ضده ونقدر نقول حملة تشهير او تلطيخ او غيره، مع ذلك هو فاز. فدي برضو تجربة لافتة لأنه انتخابات الأمريكية بتأثر في العالم كله طبعا، وبتثير اهتمام العالم وبتؤثر في السياسات الدولية، بغض النظر أن تقدير قيمة الولايات المتحدة الآن كقطب وحيد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أو الحرب الباردة، النهاردة الدنيا اختلفت في قوى ناشئة وغيره، مهم أنه ده يبقى موجود. لكن هو بالتأكيد يعني جملة اعتراضية داخل السياق الأمريكي، لكن كمان هو كان بيبقى ضد الدولة العميقة، ضد اتجاهات مختلفة، بيشتغل السياسة بنظام الصفقات، وده نظام برغم انه معلن جدا في الولايات المتحدة وبيعتزوا به، لكن دائما هو كان يعلن ما يخفيه رؤساء أمريكا، انه دايما في القفاز او في القناع. يعني ما انا النقطة دي مهمة وهاجي لحضرتك عشان هوريك ماتشات مهم ولطيف النهاردة في الصحافة الأمريكية، لكن استاذ برضو مستاذ احمد انه عندنا خبر عاجل انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي مساء اليوم بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومؤكدا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة ما بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وربما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. كمان من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللافتة الكريمة من السيد الرئيس، وأكد اعتزازه بعلاقات الشراكة مع مصر وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين. والجزئية دي طبعا بها حديث آخر. أستاذ أحمد يعني كنا متوقعين طبعا مع التاريخ اللي استعرضه الأستاذ أكرم على مدار كمان ما شاهدناه في الحملتين الشهور الماضية، إنه هنشوف سباق انتخابي، وكان كل الناس بتتكلم إنه ربما ما يكونش النتيجة تحسم في الأول ونقعد كم يوم، أو هيكون في منازعات قضائية أو اشتباكات أو ربما بعض المظاهر العنيفة من أنصار ترامب. فوجئنا الانتخابات طلعت النتيجة ربما أسرع من الانتخابات الماضية، والأمور صارت بشكل سلس جدا، والحسم كان مبكرا وكبيرا وغريبا أيضا. إزاي ده حصل؟ إيه اللي حصل خلى الأمور كده؟ من الذي قام بالترويج لهذه المقولات التي تفضلت حضرتك بذكرها؟ العالم الأمريكي كله، الإعلام. وهنا لازم نتوقف كثيرا أمام دور الإعلام الأمريكي، سواء في الداخل الأمريكي أو في معالجة قضايا العالم في ظل الاحتكار الأمريكي الكبير لوسائل الاتصال الحديثة والسيطرة على القنوات الفضائية المختلفة. مش بس كده، و تمكين بعض القنوات الإقليمية العربية من أن تتحدث بلغتها، وده أمر في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن الاهتمام الأمريكي مهتم من زمان جدا، من فترة طويلة من الزمن، بالسياق أو باقتطاع النخبة الأكاديمية والإعلامية من كل دول العالم. والنخبة الأكاديمية دي فيها أساتذة العلوم السياسية، فيها أساتذة الإعلام، فيها الإعلاميين من دول كل العالم. وليه؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية برضو مدركة دور الإعلام في التأثير على اتجاهات الرأي العام وتشكيل الرأي العام وتشكيل الوعي العام لجموع المواطنين. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تشكيل الوعي الداخلي أو الوعي الأمريكي فقط، ولكنها استطاعت أن تعيد تشكيل وعي العالم بأجمع، واستطاعت دايما أن تخلق فكرة العدو، استبدلوا العدو السوفيتي في لحظة من اللحظات بالعدو الإسلامي في لحظة أخرى، تحقيقا للأهداف والمصالح الوطنية والقومية للولايات المتحدة الأمريكية. وده مش عيب، إنما دولة تعرف كيف تحقق أهدافها. لما بتيجي تبص للانتخابات، ويمكن أستاذ أكرم عمل تقديم هايل جدا للموضوع ده، هو مين من مصلحته أنه كان المواطنين الأمريكيين لا ينزلوا ويشاركوا بكثافة في الانتخابات؟ مين من مصلحته أنه لم تكن لا تتحقق هذه النسبة الكبيرة من المشاركة المباشرة بالتصويت الإلكتروني؟ مين اللي كان من مصلحته العزوف أو عزوف قطاعات كبيرة من الناخبين خوفا من تفشي أحداث عنف؟ مين اللي كان من مصلحته؟
اللي كان من مصلحته ده اللي هو مدرك وفقا لقياسات الرأي العام الحقيقية التي لم تعلن أنه خاسر لهذه الانتخابات. وبالتالي التي لم تعلن؟ طبعا لأنه في استطلاعات استطلاعات رأي عام لم تعلن. والله أكيد طبعا. أنا شفنا أن معظم استطلاعات الرأي كان فرق واحد أو اثنين وقال لك مش هيبقى ليها دور كبير في الانتخابات دي. للمرة المرة مش عارف النمرة كام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تفشل استطلاعات الرأي العام في التنبؤ بدقة مسار العملية الانتخابية. بس هم صراحة قالوا من الأول أنه هيكون صعب الاعتماد عليها المرة دي على أساس أنه متقربين، بس هم طلعتوش متقربين. وانتخابات اللي فاتت الانتخابات اللي فاتت والانتخابات اللي قبليها والانتخابات اللي قبليها استطلاعات الرأي العام ينبغي أن يتم إجراءها من هيئات مستقلة وليس من هيئات ممولة أو من وكالات أو مصادر أو مؤسسات إعلامية ممولة من قبل أحد الأطراف. الحملات الانتخابية للطرفين وشفنا الصرف الذكي الكبير على حملة كامالا هاريس. الصرف ده لم يأتي لكون شخصية كامالا هاريس الشخصية التي استطاعت أن تجذب قطاعات كبيرة من رجال الأعمال لكي تقوم بتمويل حملتها ومن ثم توفير الدعم الكامل، ولكنها جاءت من مؤسسات دولة عميقة ومن رجال أعمال يرون أن القادم مع دونالد ترامب ورؤيته الاقتصادية ستدمر ما حققوه من مصالح طوال الفترات السابقة. وده بتتكلم على قطاعات الشركات الصناعية العسكرية، الشركات الصناعية الدوائية، كل هذه القطاعات. ورجال أعمال بحجم إيلون ماسك وبيزوس يعني كانوا واقفين معه بقوة. في قطاع من رجال الأعمال، لا دي 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 قصة يعني قصة إيلون ماسك والمجموعة الأخرى مرتبطة بمجموعة الميجا اللي عملها دونالد ترامب واللي هي منفصلة عن الحزب الجمهوري حتى في بناء الحزب الجمهوري. مفهوم. بس خلينا نرجع لها. بس دي جزء. إنما دونالد ترامب كدونالد ترامب كان مستهدفا بكل هذه الحملات. ليه؟ لأن لو هذه الأصوات لما نزلتش أو تخوفت، نتيجة الانتخابات دي كانت هتفرق كتير عن النتيجة اللي هي طلعت بيها، وكانت هتحقق ما ورد في استطلاعات الرأي اللي هم حاولوا يروجوا ليها. يعني الضغط بآلة الإعلام في هذه الحالة كان سينجح في حجب كثير من الناخبين على التوجه إلى أماكن التصويت من أجل ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواته. وبالتالي فشل هذه الأداة وفشل استطلاعات الرأي العام. وليه فشلوا؟ لعوامل تانية بقى. العامل الأول يرتبط بالحملتين ومنهجهم. حملة كامالا هاريس ركزت على الديمقراطية اللي حضرتك كنت بتكلمني فيها، ولا أنا قلت قلتها هنتوقف عندها. كل خطاب إنه ترامب هادم قيم الديمقراطية. المجتمع الأمريكي لم يعد مجتمع بكر لكي تعلمه ما هي مبادئ الديمقراطية وأهمية الدفاع عن الديمقراطية وأهمية الدفاع، بل المجتمع الأمريكي قادر على الحكم من الذي قام بتشويه التجربة الديمقراطية ومن الذي يناصر الدم ومن الذي يناصر الإزدواجية، تطبيق إزدواجية المعايير، ومن الذي يقف وراء سفك الحقوق تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان. المجتمع الأمريكي ناضج بما فيه الكفاية. وبالتالي استخدام هذا الشعار لم يكن جاذبا كثيرا. الشعار اللي كان أكثر بريقا وجاذب للناخب الأمريكي هذا الشعار الذي كان يتعلق به لنعود بأمريكا عظيمة مرة أخرى. Let's make America great again. ترامب. ده ترامب. وترامب من تحت الشعار ده خلى كل مواطن أمريكي خاصة العاطلين الشباب المرأة لان انا قلت الكلام ده امبارح وحصلت معارضه. دي كانت مفاجاه انه كتير من اصوات المراه والشباب والجنزي راح برضو لترامب رغم انه كان ده الكتله المعتمده عليها باكبر. احنا ما حاولناش نقرا المجتمع الامريكي والتحولات التي حصلت في الفئات العمريه المختلفه القراءه الحقيقه. احنا اعتمدنا على ما صدره لنا الاعلام الامريكي من معلومات غير حقيقيه، وبالتالي اتعملت حسابات كتيره، حسابات خاطئه دون مراعاه للامر لحقيقه الامر على ارض الواقع. جميل جدا. طب انا استاذن حضرتك لو برضو استاذ تامر ناخد راي استاذنا الكبير استاذ اكرم وهاخد راي حضرتك في نفس المنشات. يعني يمكن في منشات لنيويورك تايمز اللي فيه الخريطه استاذ تامر اللي فيه الخريطة والمجمع الانتخابي لو تحطها لنا. دي من نيويورك تايمز ومن شوية بسيطة لما كانوا لسه ترامب 1877 قبل ميتشيغن قبل ميتشيغن بالظبط.
مكتوب دونالد ترامب won by being دونالد ترامب. النيويورك تايمز يعني يا استاذ اكرم مستغربه انه ترامب كسب مش باي وسيله تانية، يعني ما حاولش يغير اي سياسته، ده هو ترامب اللي احنا عارفينه بتصريحاته بجدله بستايله المختلف يعني هو ستايل مختلف تماما عن كل الرؤساء. يعني عاوز اكمل على فكره فازاي ده. اولا استطلاعات الراي هناك دراسات حتى امريكيه بانه استطلاعات الراي دي تحاول صياغه الراي، يعني بمعنى انا اقول لك ايه، على فكره فلان وفلان وفلان اللي هينجح فابدا الح ففلان وفلان وفلان اللي ينجح. ثانيا السياسه الامريكيه عموما والانتخابات الامريكيه لافتة للنظر، وبعدين المال بيلعب بيها دور. يعني لدرجة في كتاب شهير جدا طبعا انه كل ديمقراطية يمكن شرحها بالمال اكيد مال بيزوس واكس وكل الحاجات دي، وانه في الانتخابات دي وانتخابات 2016 وانتخابات 2020 مش بس الاعلام لعب فيها دور، كمان السوشيال ميديا. وترامب بالمناسبة كان موظف اكس تويتر كويس جدا ما قفلوا عليه، ده شالوا منه طبعا درجة انه بعض المنظمات اتكسفت من نفسها في الولايات المتحدة وعملت ده. فالفكرة هو كان هيعمل منصة خاصة، فكرة انه هو اولا هو خاطب المجتمع الامريكي، هو قال انه الشعبية الشعب هو اللي اختارني، وده فيه جزء صحيح لانه هو خاطب الشعب. امر التاني هو التحولات برغم ان هو مختلف خارج صندوق اللي قامت فيه الولايات المتحده لانه بيتصادم، الا انه هو بيمارس السياسات الامريكيه بالعكس على فكره. يعني انا بشوف انه كثير من المحللين اللي توقعوا خروجه او اللي حاولوا يرددوا كلام يشوهوه انه هو كذا وكذا، لكن احنا انظر الى ترامب في وقت رئاسته ما اثرش الكثير من الحروب، بالعكس بالظبط للمرة الوحيدة اللي جلس الكوريتين كان بمساعي لما راح وعدى بالخطوة. طبعا ممكن الخلاف والاتفاق، فكرة الصين وموقفه من الصين غريب، وهو لن يستطيع يمكن حتى كان حملته نفسها كانوا بيدعوا انه احتواء الصين، ومع ذلك كانوا لابسين برانيت من الصين. فالفكرة هنا هو ممثل هو دونالد ترامب ما غيرش سياسته، متصادم، تصريحاته ممكن تبقى مختلفة، يعني ده كلام في جزء صحيح، ولكنه الحقيقة هم مصدومين من النتيجة جدا. وده عاوز اشير لحاجات هنا تذكرنا، لان احنا بنناقش الانتخابات الامريكية من وجهة نظر مصر ومصالحها بالظبط، وبالتالي في محللين عندنا هنا ما كانوش مصدقين ومصرين، وناس مشهورين جدا ونشطاء وعمقاء. اذا كانوا انتوا مش عارفين تقروا السياسه الامريكيه اللي انتوا بتدعوا، يبقى انتوا هتقروا كمان مصالح مصر ومستقبل العالم ومستقبل الكون ومستقبل المجره. الحقيقه انه انتوا فاشلين طبعا، هو حضرتك معاك حق، بس احنا برضو بننظر من موضوع اخلاق. بعضهم كان يرى انه بايدن وفوز الديمقراطيين ده اسقاط لي اللوبيهات والصهيونية. فيه اعرف زميل امريكي مصري كان بيقول انه بيضحك، هعرف بتضحك ايه دلوقتي، انه بيقول انه فوز انه يسقط ترامب ده سقوط للصهيونية والعنصرية، وده انا اعرفه هو امريكي من اصل مصري، ومع ذلك طول الاربع سنين وانا اقول له انت شفت بينصر ازاي. فكرة انه السذاجة والسطحية والارادة المختلة اللي هو انا بسميها الحقيقة اللي هو النخبة السطحية، اللي هو كلما رأى شيء شكل كذا يبقى كذا، ده مختلف لأنه بس الصراحة في عامل هنا برضو الإعلام الأمريكي وربما العالمي ادانا تهيئة غير كده خالص، يعني والشخصيات الأمريكية الفنانين والممثلين ويطلع روبرت دينيرو وتعالوا، يعني كان قدام كانت في حملة مرعبة على ترامب. هقول لك حاجة غريبة جدا، أنا عاوز أرجع عدة عقود بعد انتخاب ريغان. دونالد ريغان رونالد ريغان ده هو اللي عمل الحرب الباردة، وتقريبا هو اللي ساهم، برغم انه كان جاي يعني ياما كانوا بيسخروا منه كانوا بيهاجموه بيقول لك ده كان بيتجسس على زمايله، مع ذلك رونالد ريغان ده عمل انجاز ضخم جدا، فهو اللي انهى الحرب الباردة وعمل اتفاقات حرب النجوم وجدار برلين هو زي ما احنا بنشير ترامب كان بيقتحم المشاكل بيعمل صفقات، راجل احيانا بيتحرك بغريزته، هي مش فكرة احنا مش بنقول ده كويس او وحش، فكرة ان انت ما ينفعش في العلاقة الجمهورين والديمقراطيين مع اسرائيل ومع امن اسرائيل، بس لاحظ انه
في جزء من العرب والمسلمين صوتوا ضد كاملة في ميتشيغان، أول مرة طول عمر الأمريكان جمهوريين وديمقراطيين بيدعموا إسرائيل، لكن في اتجاه أن عمرها ما طلت الحرب بالشكل ده، وهذا بالزبط. الدعم وهذا، وفي إبادة حقيقية، وفي سوشيال ميديا وإعلام بديل بينشر. فالفكرة هنا إيه؟ أنه هو خلاف في الدرجة وليس في النوع. لكن ترامب قال انا لو كنت موجود ما كانتش حرب اوكرانيا، لان انت ولا بايدن حتى نفسه كطرف امريكا تدخل كطرف، وبالتالي فانت حكم وقطب عالمي تدخل كطرف في خناقه، وبالتالي لا يمكن تكون الامم المتحده والمنظمات الدوليه في اضعف حالاتها بسبب الصلاه في الامريكي والازدواجيه وغيره. هنقول ترامب نقل القدس برضو كان مستفز، وقامت مظاهرات وكذا، ومع ذلك الناس قامت ضده، وكان في خلاف يعني مصر ودول كثيرة مخالفة لها. مثلا الحاجة وقت الخمسين ألف واحد حاجة تانية يعني لما تقارن يعني لا بنتكلم في تفاصيل يعني كاشفة، لأنه العالم مفهوم يحشد تحولات ضخمة في الحرب في السلم في السياسة وكمان حتى تقييم السياسة والانتخابات دي تحول في نفسه صح. يمكن الحديث طبعا والانتخابات دي تحول في حد ذاتها، هنشوف نسق مختلف. 2016 صح يعني تهيألي الانتخابات الأمريكية بعد كده هيبقى فيها يعني احتمالات غير تقليدية بعد موضوع ترامب ونجاحه مرتين. وحضرتك كنت بتضحك الأول، أنا عايز أعرف كنت بتضحك على إيه. طب ممكن نرجع لو ممكن نرجع المانشيت لو نرجع المانشيت التاني بتاع دونالد ترامب won by being دونالد ترامب. اوكي بضحك ليه استاذ اكرم؟ عارف انا بضحك ليه؟ لانه خاص مجموعه من مدعي ممارسه السياسه في المجتمع المصري، ومدعي ممارسه الفكر السياسي في المجتمع الاكاديمي المصري، سواء على هويه امريكيه او على هويه بيدعوا انها اخلاقيه، وينفوا الاخلاق والفكر والعلم عن ما دونهم. فده حاجه لو جينا للي مكتوب ده، دونالد ترامب won by being دونالد ترامب. طيب اوكي ده عيب، مستغربين هم يستغربوا هم يستغربوا. بس دونالد ترامب عوامل فوزه انه دونالد ترامب نمرة واحد، لم يختلف دونالد ترامب بالظبط 2016 عن دونالد ترامب في الحملة بتاعته 2020 عن دفاعه عن قوة الدولة الأمريكية. والنهارده وهو بيخوض الحمله الانتخابيه كان دونالد ترامب. لو بصينا لخريطه توزيع الاصوات، اين هي الولايات التي صدعونا مترجح انها ولايات متسحم وظن وولايات مهتزه؟ يمكن من امبارح انا كنت بحاول اقول ان هياخد بنسلفانيا، هياخد ميشيغان. هقول ان هو نزل وخاطب المواطنين في كل ولاية من الولايات التي تفوق فيها دونالد ترامب وفقا لمؤشر اتجاههم. كان لديه فريق يجيد قياس اتجاه الرأي العام، ومن ثم كان نازل لكل مكان بخطاب يتناسب مع، ما كانش عنده خطاب واحد بيقوله للمجتمع ككل. أنا الشعار الكبير أنا هرجع أمريكا كبيرة تاني، بس لما يروح لمجمع صناعي بيقول لهم أنا هخفض الضرائب على المواطن، بس هعلي الضرائب على أي حاجة تدخل علينا من بره، هعيد توطين الصناعة مرة تانية، هوفر فرص عمل، هقضي على البطالة، هواجه مشاكل كذا، هعمل كذا. لما يروح لمجتمع المرأة، رغم أنه كان ليه تصريحات تتنافى قضية من القضايا المرأة في المجتمع الأمريكي، تراجع عنها ووعد بدعمهم وقال إن ده يختص بالولاية اللي أنا موجود فيها، إنما الولايات التانية لكل ولاية أن تقرر، فعمل نوع من أنواع التواصل المحبب مع هذا القطاع. الشباب لما يلاقي فرص للعمل وفرص لتحسين الاقتصاد وإلى آخره، الشباب مؤكد أنه ينجذب إلى حاجة زي كده في ظل معدلات البطالة العالية اللي عناها في الفترة اللي فاتت. العرب في ميشيغان، دونالد ترامب استفاد من فجأة دي، استفاد من باراك قوية. اوباما باراك اوباما استطاع ان يقتحم التجمع العربي. دونالد ترامب حط المستشارة الاولى للحملة من ابوين عراقيين مهاجرة الى الولايات المتحدة الامريكية، دارسة للعلوم السياسية، عملت في فاشن ديزاين سنتر، مركز بيوت ازياء ودور ازياء عالمية. مشيت منه بعد كده، كملت دراساتها رغم انها خريجة علوم سياسية، كملت في الحقوق، اشتغلت في مكتب محاماة استعان بيها في القضايا اللي تعرض ليها في يعني القضايا اللي كل الديمقراطيين حاولوا ان يقضوا عليه، لكنه قدر
انه يتخطاها بفضل هذه ألان حبيب. فألان حبيب راح عاملها, ألان حبيب راح عاملها المستشارة الأولى للحملة. الرجل الثاني مسعد بولس, وده صهره ابن مسعد بولس, متجوز بنته الصغيرة, لبناني, حاول انه يمارس السياسة في لبنان وحاول انه يترشح في لبنان في الانتخابات, ما نفعش, فاستقر في الولايات المتحدة الامريكية بصورة دايمة, وابنه اتجوز بنت ترامب صغيرة. المفارقة انه في الانتخابات اللي فاتت في 2020 كان داعم لجو بايدن, مع التحول العائلي الذي حدث اصبح الرجل المهم في حملة دونالد ترامب, وعمل له نوع من انواع التواصل مع المجتمعات العربية استفادة من التجربة. شوف الذكاء, رجل اعمال, بس رجل اعمال بيتعامل ازاي اقدر اخد مكون قوي يساعدني, يعني انا دخل لهذه المجتمعات, خاطب هذه المجتمعات باولوياتها, اللي عايز يتكلم عن غزة يتكلم, اللي عايز يتكلم عن حقوقه كأقلية عربية او كتجمع عربي يتكلم. بالطريقة دي دونالد ترامب خاطب المجتمع الامريكي. طب دونالد ترامب عوامل تفوق ليه تانية؟ ينفع نيجي لعوامل تفوق تانية, بس استاذك تروح فاصل سريع. طبعا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل محاضراتكم, وعندنا جوانب كمان عايزين نتكلم فيها بعد الفاصل ان شاء الله. مرة تانية, وكنا قبل الفاصل بنستمع للأستاذ أحمد ناجي قمحة, وكان بيكلمنا كلام مهم جدا عن ليه احنا شايفين المشهد ده. حضرتك طبعا كنت في مجموعة النقاط اللي هتشير ليها, بس عايز اوريك مانشيت عشان انا عارف انك هتتضمنه في كلامك. ده رويترز, وبرضو أستاذ أكرم معانا. لو رويترز برضو متعجبة, يعني بتقول كاميلا هاريس ميد هيستوريك, ده عملت خسارة تاريخية للبيت الأبيض, وبيقول لك هنا هير از واي شي فيل شورت, ليه سقطت بسرعة كده. هم مستغربين في المقال, وبيكلموا يعني انه ما استطاعتش الوصول للناخبين, وانه الاقتصاد هو اللي حكم, وانه ترامب فاجئ الجميع. يعني هم كل الاعلام الامريكي مندهش بالمناسبة. مندهشين جدا, هم مندهشين. بس يعني هم مندهشين ازاي كان السقوط سريع بالشكل ده ومش المتوقع, يعني يقول لك وقعت بسرعه. السؤال المهم اللي لازم يتقال هنا, اذا كانوا هم غير دارسين لشعوبنا, وبالتالي مش قادرين يفهموا شعوبنا ولا تطلباتنا ولا طموحاتنا ولا اهدافنا, هل هم ما بقوش قادرين يقروا المجتمع الامريكي فيما يبدو؟ دي كارثه. او ان هم كانوا عايزين يمارسوا التضليل والزيف والخداع على هذا الراي العام من اجل تشكيله وتوجيهه نحو انتخاب كاميلا هاريس. وارد جدا. الامر الثاني, كاميلا هاريس, او لماذا فاز دونالد ترامب ونيجي لكاميلا هاريس, لان كاميلا هاريس وجو بايدن كان ليهم فضل كبير جدا في تحقيق هذا الانتصار. اولا جو بايدن هو, بس كمان هو الموضوع اصبح جمهوري بحت, وده عشان برضو سؤال السياسه الخارجيه. هم خسروا النواب وخسروا الشيوخ وخسروا الرئاسه. النواب والشيوخ والمحافظين الجوفرنرز والرئاسه. لا خلينا نقول بقى واقعيا, جو بايدن قدم بذلات لسانه الفرصة الذهبية التي استغلها دونالد ترامب. دونالد ترامب عندما وجه جو بايدن الاتهام للشعب الأمريكي بأنه شعب من جميع القمامة, راح دونالد ترامب راكب عربية قمامة وقاد العربية وقال للمجتمع الأمريكي أنا هنا. استغلال جيد وإعادة توجيه لما هتحدث عن راح ماكدونالدز, راح احد فروع ماكدونالدز قاعد يبيع الايس كريم وبتاع والبرجر البرجر والبطاطس الشعبويه. هو بيخاطب, هل هم مش قادرين يقروا ده في مجتمعهم؟ دي كارثه. طيب النقطه الثانيه, ان كاميلا هاريس يعني قادمه من قلب اداره التي تسببت في الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي عايزها المجتمع الأمريكي في الداخل. هم حاولوا يصدروا لنا أن الخارج سيكون الهاجس الرئيسي في الانتخابات الأمريكية, سواء أوكرانيا وروسيا, سواء الصين, سواء الشرق الأوسط. لكن أغفلوا أن هم يقولوا أن الداخل الأمريكي والمشكلة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي هتكون محركة للناخب الأمريكي, واللي كاميلا هاريس تتحمل مسؤولية رئيسة فيها باعتبارها كانت نائب الرئيس. النقطة الثالثة والمهمة في هذا الإطار, أن كاميلا هاريس قليلة الخبرة بالعمل السياسي.
يعني هي ليست دونالد ترامب. بالظبط. استاذ اكرم واحنا قاعدين قبل الفاصل كنا بنتحدث عن ان منذ الغزو الامريكي للعراق صح كده؟ كان دونالد ترامب يميل او هو احد اعضاء الحزب الديمقراطي. شوف بقى الممارسه السياسيه، ثم مشي من الحزب الديمقراطي راح احد الاحزاب الصغيره تعلم ممارسه السياسه، ما كانش في دماغه السياسه، اشتغل في الاعلان، اشتغل في الاعلام، اشتغل في البيزنس لغايه ما افصح عن رغبته في خوض الانتخابات وابتدى يدخل في قلب حزب المحافظين. وفي حزب المحافظين بقى فيه مشكله كبيره، وفي حزب الديمقراطي بقى فيه مشكله كبيره وهنرجع لها بعدين. انما المهم ان دونالد ترامب لديه خبره سياسيه كبيره جدا مش موجوده عند كاميلا هاريس. كاميلا هاريس قادمه من خلفيه قانونيه بحته، حاول الاعلام ان يصورها باعتبارها نصيره المراه، ممثله المجتمعات والاقليات. نيجي للنقطه اللي بعدها، انها لم تستطع ان تستغل ما حاول الاعلام ان يخلقه حولها من هاله من اجل خلق زخم حقيقي في الشارع بهدف التوصل او الوصول للراي العام الامريكي. حاجه اخيره ومهمه جدا، ان جو بايدن ساهم بقوه في التقدم الذي احرزه دونالد ترامب، وبيفوتنا دايما في التحليل ان اللي بيتحقق في الاول بيفضل ثابت في العقليه. دونالد ترامب في بدايه هذه الحملات هو تفوق على جو بايدن، جو بايدن تاخر كثيرا في الانسحاب مما اتاح لدونالد ترامب ان يكسب مساحات واسعه. محاوله اغتيال دونالد ترامب اكسبته شعبيه اكتر. فكره تخويف المجتمع الامريكي اتت برد، وده نقطة أخيرة، تخويف المجتمع الأمريكي برد فعل عكسي، فعل عكسي جدا، ادانا أكتر تصويت إلكتروني وادانا مشاركة على الأرض من أكبر المشاركات اللي شهدتها الانتخابات الأمريكية. طبعا طبعا صحيح. أنا هلتقط الجزء الأخير اللي هو فكرة، هو في جزء أولا في قاعدة انتخابية بيقول أن الجمهور دائما يذهب لعقاب الحزب الحاكم وليس اختيار الحزب المعارض، دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة القضايا والاحكام والحاجات دي اظن انها خلقت تعاطف واسع. اما فكره الصدمه اللي موجوده فهي برضو صدمه صادمه بالنسبه لنا. يعني دايما كان في زمان فيلم اسمه This is America كان بيناقش التناقضات الامريكيه، فكان بيقبضوا على راجل فضربوه فقال له مش هتقول لي من حقك ان تلتزم الصمت، وقال له انت بتتفرج على افلام هوليود كتير. ففكره تصدير القيم الامريكيه ده في جزء هوليودي وخيال، ده لا يمنع ان الولايات المتحده بلد لافته ومثيره للاعجاب كتجربه، لان طبعًا دي تجربه مفهوم لا نقلل منها، نفسه شهاده للتجربه الامريكيه انه دوله عميقه بنتكلم في طبيعه الفهم بس. لكن كمان الحقيقه خطاب ترامب الصادم اللي هو مختلف عن في ظل اولا هو عمل اقتصاد كويس، هو سقط بسبب كورونا، هو سخر من كورونا وقال دي لعبه ومؤامره وغيره وشفنا ده. فهو الفكره هنا ان هو خسر بسبب كورونا وعاد لانه كان عامل رواج اقتصادي وكان عامل فرص عمل وحاول يجيب الرؤساء رجال الاعمال الامريكيين في يعني ده جزء مهم قوي جدا في قراءه جدا. التجربه يعني سريع، احنا هنتاثر ازاي؟ انا بعتقد انه الخطاب اللي بيقوله دونالد ترامب طبعا الوعود الانتخابيه دايما يعني في مقوله يروج الكذب في اوقات الانتخابات وفي الاسابيع الاولى طبعًا من الزواج، دي مقوله لبرنارد شو. زواج برنارد شو تقول بس يعني دايما الزواج كله خلاص نخليها الانتخابات الزواج كله. فالمهم ايه؟ المهم انه ممكن دي الوعود دي نقول انها وعود انتخابيه، لكن الحقيقه ترامب ممكن يكون رئيس قوي فعلا. ليه؟ اولا بايدن كان ضعيف جدا لدرجه ان نتنياهو كان بيهاجمه وبيشتمه وده معروف يعني، ده حقيقي، بيتهمه انه مع حماس ومع وده كلام ما كانش اتهامات حقيقيه. بايدن في التردد وفي الابتزاز الامريكي فتره التردد الشديده خلى الولايات المتحده شكلها ضعيف جدا والمجتمع الدولي متفسخ وده. فهو وعوده بانه لو كان موجود هو امريكا حطت نفسها كطرف في الحرب في اوكرانيا فسخنت الباب الخلفي لامريكا فخلت الحرب بين روسيا وامريكا والمجتمع في حرب لم يكن لها حاجه. فدونالد ترامب بيقول انا اموال دافعي الضرائب ما ينفعش ادفعها ده، فممكن يبقى في ضغط. ممكن الرئيس الاوكراني نفسه زيلينسكي كان بيتكلم على انه نحن نقبل وكذا في الحرب في غزه. بترامب منحاز والجمهوريين منحازين، لكن في دايما مع رؤساء امريكا في حد لهذه الاباده وادخال المساعدات وغيره. وبعدين هو بيعمل صفقات النهارده،
كمان اظن انه جاي الحرب نفسها اصبحت بلا افق بالنسبه لنتنياهو او مجتمع التطرف وازاله واقاله وزير الدفاع وغيره. فده جزء مهم يجب وضعه في الاعتبار انه يستطيع طبعا ده حق في الناس سياسه مصالح وبراغماتيه وصفقات وغيره، لكن يستطيع ان يقيم صفقات. بالاضافه لده الحقيقه ترامب في سياسته الخارجيه بشكل عام في المرحله الاولى وغيره، اولا انت بتتكلم في دول مفتاحيه قادره على انها تقرا المشهد، في دول زي مصر، في دول زي السعوديه، انت لازم تبقى عارف الدول دي وتفهمها، ودي دول كبيره ما بتخضعش لانها تبقى تابعه او غيره، عندها وجهات نظر، عندها بتتعامل مع كل الادارات، في علاقات استراتيجيه. يبقى انت لازم تراعي هذا التوازن لان ليك مصالح مع كل هذه الاطراف، وبالتالي فطبيعي انه يمكن توقع انه يكون قادر اذا كان قعد الكوريتين مع بعض. فبرضو ده يجب وضعه في الاعتبار حتى من الذين ينتقدوه. مفهوم طبعا ورؤية منطقية جدا. هنروح فصل اخير دقيقة واحدة وهختم مع حضرتك بقى برضو عن التأثير، مع الاخذ في الاعتبار انه النهاردة جرى اتصال وصف بالودي للغاية ما بين ترامب ونتنياهو، فعلى ضوء ده ايه اللي هيحصل بعد الفصل. استاذ احمد، هيكون في فرق ولا مش فرقه كتير؟ هي السياسه الامريكيه يعني واحده تقريبا بتجليات بسيطه. هنتكلم عن مصر وعن الوطن العربي، عن الاقليم بتاعنا. طيب اقليمنا الجميل السعيد اللي احنا فيه مصر ده. ومصر طبعا في قلب تتبع استراتيجيه التوازن الاستراتيجي وقادره على تطبيقها عبر مجموعه من المبادئ والسياسات المختلفه اللي تم انتهاجها على مدار العشر سنين اللي فاتوا، واللي حققت للدولة المصرية القدرة على التواجد بفعالية في كافة ملفات القضايا الدولية والسياسة الخارجية والاشتباك مع قضايا السياسة الخارجية بصورة فعالة، وأن تصبح هي الشريك الفاعل لقوى دولية كبيرة في إدارة هذه الملفات والاعتماد عليها بعد أن كانت الدولة المصرية في أوهن لحظاتها فترة من 2011-2013. هذا النجاح اللي الدولة المصرية حققته غلفته بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع الصين، مع روسيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت مرتبطة معها بالعلاقات الاستراتيجية سابقة، مع العديد من القوى الإقليمية المحيطة بنا، بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية. في كل هذا الإطار مصر كانت حريصة على تنويع السلاح، كانت حريصة على إقامة مناطق اقتصادية، كانت حريصة على تطوير البنية الأساسية، كانت حريصة على إقامة مصر الجديدة في جمهوريتها الجديدة، وهذا امر احترمته كافه المؤسسات سواء الاقتصاديه. احنا عندنا صندوق النقد الدولي وبيراجع وبيشيد بالتجربه المصريه، عندنا مصر ارتفع تصنيفها في مؤشرات العديد من المؤشرات الماليه في على صعيد العالم. لما بنشوف هذه الصوره المتكامله مصر دوله قويه، ومصر تملك من الامكانيات التي تمكنها من التفاعل عبر اجهزتها ومؤسساتها المختلفه سواء وزاره الخارجيه او الاجهزه والمؤسسات الامنيه والمعلوماتيه مع اي اداره في العالم بقدر يحقق المصالح والأهداف الوطنية. ده مكون. المكون الثاني أن هناك علاقة خاصة تحكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمر ده ابتدى من قبل أن يفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأولى 2016 ل 2020. وأنا كنت في نيويورك وقتها وشاهدت ده يعني، ويمكن احنا اتقابلنا مرة وتحدثنا في هذا. هذه العلاقة الخاصة تحكم لها أحكام كثيرة. وهو كان اكثر تفهما للقضايا المصريه حتى في سد النهضه والمواقف المصريه وكما تفضل الاستاذ اكرم واشار ان انت في الحملات الانتخابيه من الاولاد ان تطلق تصريح عن هنا او تطلق تصريح عن هناك بهدف اكتساب اصوات انتخابيه أو الى اخره، لكن لما بتيجي على ارض الواقع قد تضطر الى ممارسه سياسات اخرى. بالنسبه للوطن العربي من سيء لأسوأ، انت لا توجد إدارة أمريكية سواء ديمقراطية أو جمهورية تجاوبت مع مطالب المشروع والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لم توجد إدارة أمريكية تجاوبت مع حق الشعوب العربية في التنمية المستدامة، لا توجد إدارة أمريكية لم تستخدم حق الفيتو ضد القضية الفلسطينية في قلب مجلس الأمن. إذن أنت تتحدث عن دولة لها مواقف مش 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 كتير مناصرة أو مش كتير، دائما تحابي إلى الطرف الآخر عدوك المباشر. الأمر الآخر أنك أنت مع دولة
دول الجنوب بالنسبة لها لا تعني الكثير. يعني لو انت بتتكلم على دول الجنوب اللي مصر بتدافع عن حقوقها وبتتبنى قضاياها في قلب المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة، لا المناخ على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية وخاصة ترامب، لا الديون وجدولة الديون وإعادة النظر في هذه القضية، لا فكرة التعاون الاقتصادي من أجل حلحلة المشاكل الاقتصادية للدول الجنوب والدول النامية، النظر باستعلاء إلى دول الجنوب وعدم تقدير أهمية أن ترتقي على سلم التنمية. ومن ثم حتى مع دول الجنوب ينبغي مراجعة مواقف كثيرة للإدارات الأمريكية، غير من المتصور أنه في خلال 4 سنين تحدث نقلة مهمة في هذا الإطار، لكن تبقى الدولة المصرية قادرة على التفاعل مع كل هذه المعطيات لاستمرار الاشتباك مع هذه الدول الكبرى لتحقيق المصالح الخاصة والأهداف الوطنية للدولة المصرية. نحن داخلين على جيم عالمي كبير، وأعتقد أن مصر بثقلها تظل حاضرة مع الجميع. حتى النهاردة الرئيس كان بيستقبل يعني رئيس أستونيا، احنا عندنا علاقات مع الدنيا كلها. أنا بشكر حضرتك ونورتوني كالعادة طبعا أستاذنا أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الجمهورية المستمع والصحفي الكبير اللي معنا، نورتنا، بنشكرك شكرا جزيلا. أستاذنا طبعا أحمد ناجي قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، شكرا، نورتنا كالعادة، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. بشكر حضراتكم، يعني غدا لناظره قريب هنشوف، ونشوفكم بكرة إن شاء الله على ألف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من 90 دقيقة.